المواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم على صفعة عمرو دياب، وهل هنا ده عمرو دياب نجم خرج عن مداره؟ هل هذا التصرف ممكن يقضي على تاريخه؟ وخاصة إنها مش القصة الأولى طوال فترة قليلة. الناس على السوشيال ميديا غضبانة جدا، لأن هم شافوا فيديو لعمرو دياب، معرفش كان في أنهي فرح، هو قدامنا أهو، لأن ده ما كانش من فرح زينة بنت المنتج محمد السعدي، ما كانش ده مش الديكور، وكان فرح رائع على عبد المجيد منصور عامر، احتمال يكون قدامنا الفرح، يمكن الأجواء كانت رائعة في الفرح والديكور كان عظيم والفرح كان مختلف، يعني يستحق ان هو يكون فرح الموسم. معرفش هو ده من الفرح ده ولا من فرح تاني، بس الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان عمرو دياب واحد من الناس. احيانا بتبقى صعبة وهي بتصور مع الفنانين، واحنا دي ضريبة الشهرة وضريبة النجومية لحد زي عمرو دياب، احتمال يكون هو مسكه من جنبه جامد، احتمال يكون هو شد البدلة، ممكن ده تصرف مش مظبوط لكن عفوي من معجب، او يمكن يكون هو بيحاول ان هو يعني ينبهه ان هو عايز ياخد صوره معاه، اي حاجه ايا ما كان ايه اللي حصل. اصل انا مش واحده ست مثلا وحد عمل معايا كده، لو واحده ست وحد عمل معايا كده هتزعق وهتعمل مشكله وهتبهدل الدنيا، بس من غير مد اليد، من غير ضرب. ولو واحدة ست واستعملت ده هيبقى ليها الحق، لكن ان عمرو دياب ان هو راجل ايا مكان الولد اثار غضبه ازاي، الراجل اللي بيحب او اللي كان عايز يتصور معاه لمس الجاكيت عمل اي حاجة ايا مكان، فده ما يخليهوش يرد عليه بضربه بالألم. انا شفت الفيديو لان في جدل كتير، يعني في ناس شايفه انه لا، ده حقيقي الناس لازم تراعي حرمه الاخرين ولازم تراعي حرمه الموقف والحدث وكل حاجه، وان النجم او النجمه دي مش حاجه مباحه يعني، لكن في نفس الوقت انا كنجم لازم يبقى عندي ضبط انفعالي، ما ينفعش اتصرف كده، ما ينفعش اضرب ايا مكان ايا مكان، بتكلم على النجم الراجل ايا مكان، لازم تتحلى بالثبات الانفعالي وبالذكاء والخروج من الموقف بذكاء ايا مكان الموقف، غضب وممكن يوصلك لذروة الغضب، لكن الا الضرب والاهانة ما ينفعش، ده رد فعل غير طبيعي. انا شفت الفيديو عشان الجدل ده من كذا زاوية، الحقيقة ما شفتش ان انا واقفة مع الناس اللي بتقول لا هو كان عنده حق، مفيش حاجة اسمها عنده حق، مفيش حد عنده حق ان هو يضرب اي حد تاني بالقلم، ده مش حق لاي حد، فما بالنا لو هو نجم المفروض ان هو قدوة والمفروض ان الناس بتحبه، هو بنى جماهيريته بتعبه وبتوفيق ربنا، لكن كمان بحب الناس، يعني حب الناس هو عامل اساسي بالاضافه لتوفيق ربنا، ولان هو ربنا صرف له ده في الوقت ده، فاستمر ان هو يبقى نجم للمده دي كلها 30 سنه محافظ على نجوميته، ايا مكان نتفق ولا نختلف على اللي بيغنيه غنى ولا مش غنى، ايا مكان احنا راينا فيه ايه، لكن في كل الاحوال انت نجم. بالعكس النجم الكبير غلطته بألف، بمليون كمان مش بألف، فما ينفعش. الناس منتظرة ان عمرو دياب يعتذر، اولا هو قبل كده جابوا له فيديو وهو بيتكلم عن السائق بتاعه، كان في دار الاوبرا في الحفلة بتاعت ليالي السعودية اللي كانت يوم مميز جدا، ليالي السعودية مصرية،
في فبراير ممكن يكون عفوي، ان هو ده متعود على الطريقه دي في الكلام مع السائق الخاص بتاعه، ولو ان برضو دي طريقه ما ينفعش ممكن يقولها له بينه وبينه على سبيل الهزار، لكن مش في اللونج كده، مش في كده يعني، مش عام وانا نجم كل تصرف وكل كلمه محسوب عليا. دي ضريبه النجوميه ملهاش حل، فلازم احنا نبقى احنا محترمين هذه الضريبة. برضو في وهو موجود في حفل زفاف ابن المطرب الكبير محمد فؤاد، برضو في فيديو بيوبخ معجبين وصحفيين ممكن يكونوا غلطانين. احنا مش بنقول ان هم بيعملوا تصرفات مظبوطة اكيد، لكن احنا طالبين من النجم اللي هو قدوة واللي هو نجم كبير ان هو ياخد كورسات، يدرب نفسه، يعني يعرف ازاي يتعامل برقي مع الموقف الصعب ايا ما كان اللي قدامه. ده شخص عمل ايه وموقف عمل ايه، هنقول ان التصرفات دي غلط وحماقة ولا تصح، لكن كمان النجم لازم يكون قد النجومية، قد ان هو قدوة، قد حاجات كتيرة جدا، لازم يراعي حاجات كتيرة جدا. في فرح ريم سامي برضو صوروا له حاجة وهو بيحرج حد من الفرقة معاه، اعتقد مهندس صوت او حاجة من عنده، وطرده. التصرفات دي بتعمل صدمة عند الناس، والتصرفات دي واحدة ورا واحدة ورا واحدة بتعمل تراكمات. عمرو دياب مطلوب منك الاعتذار، ولازم يبقى في حاجة بتطيب بيها خاطر الراجل اللي هو كان منكسر جدا. خلي بالكم، الناس كتير جدا بتبقى عندها حب كبير جدا لنجم ما لنجمة ما، لو هو تصرف معاه اللي هو عمل وشه او قال له مش عايزة اتصور. انا شفت حوار قريب لهند صبري بتقول انها جريت ورا حد كانت نجمة مهمة جدا بالنسبة لها، فرفضت تتصور وعملتها سيء، قالت انا كرهتها. فاحنا بنوصل لدرجة ان انت بتكره الكيان اللي انت كنت بتحبه جدا، انت بتكرهه. انا كنجم ازاي انام وانا عارف ان انا خسرت ولو شخص، وان انا كسرت بخاطر حد، وان انا اهنت حد ازاي؟ يعني الفنان ده كتلة من الاحاسيس والمشاعر، فازاي يبقى ده تصرفه ورد فعله؟ عمرو دياب الناس لن تقبل بأقل من اعتذار، واعتذار في جبر خاطر وفي رقي وفي إنسانية وفي حاجات كتيرة جدا مطلوبة، لأنك نجم كبير والنجم